Hello everybody, j'espère que vous allez bien. كنتمنى انكم تكونوا بألف خير وعلى خير. ومرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم اخترت ان اتحدث باللغة العربية الفصحى، وذلك نزولا عند طلب مجموعة من الاشخاص الذين يهتمون بموضوع الهجرة، والذين تواصلوا معي عبر صفحة فيسبوك، والذين أعربوا عن اهتمامهم بالقناة وبالمعلومات مقدمة فيها. إلا أن المشكل الذي واجهوه في الأجزاء الأربعة المقدمة حول برنامج الهجرة Entrée Express أو الدخول السريع إلى كندا، وهو أن الدارجة المغربية تكون في بعض الأحيان صعبة الفهم، ولا يستطيعون أن يفهموا كل ما أقوله في فيديوهاتي السابقة. لذلك إن شاء الله سأحاول أن أتحدث باللغة العربية الفصحى، وذلك لجعل المحتوى مفهوما من جميع إخواننا العرب والمهتمين بهذه المواضيع، مواضيع الهجرة إلى كندا، وحتى تعم الفائدة وتهم عدد أكبر من الأشخاص. وشكرا. اليوم سنتحدث عن معادلة الشواهد، ليكيفالونس دي ديبلوم. معادلة الشواهد هي وثيقة من بين الوثائق المطلوبة لدفع طلب الهجرة عبر الدخول السريع إلى كندا، لونتري إكسبريس أو إكسبريس إنتري، كما ترون هنا على شاشة الحاسوب. دائما عبر موقع وزارة الهجرة الكندية، هنا الوثائق المطلوبة لفتح حساب الدخول السريع أو لونتري إكسبريس أو إكسبريس إنتري. هنا من بين الوثائق التي ذكرناها معادلة الشواهد، إيفاليوسيون دي ديبلوم ديتود. هذه معادلة الشواهد هي مطلوبة للتأكد من مصدر الشواهد الدراسية المحصل عليها خارج كندا. يعني إذا حصلت على شهادتك أو لدبلومك الجامعي مثلا من المغرب، تونس، الجزائر، مصر، الإمارات أو أي دولة أخرى خارج كندا، فوزارة الهجرة الكندية تطلب أن تتم معادلة هذه الشهادة. ما معنى المعادلة؟ يعني أن التعرف على الدبلوم المعادل لها في النظام الدراسي الكندي. وطبعا معادلة الشواهد يجب أن تكون لأجل الهجرة، لأن هناك أنواع كثيرة، من بينها معادلة الشواهد لأجل الهجرة. إضافة إلى أن هذا التقرير أو هذه الوثيقة معادلة الشواهد ستفيد في الحصول على رخصة لمزاولة العمل بالنسبة للمهن المنظمة عند القدوم إلى كندا. يعني إذا كنت تمارس مهنة مثلا مثل التدريس أو الصيدلة أو مجموعة من المهن المحددة واللي تستطيع مزاولتها بصفة قانونية هنا في كندا، فأنت ملزم بتوفير هاد معادلة الشواهد. إذا في كل الحالات ستحتاجها في طلب الهجرة، وأيضا في عند قدومك وحلولك في كندا. سنتعرف ما هي الشواهد التي يجب معادلتها. هنا على موقع وزارة الهجرة يقولون بأن الشهادة التي يجب أن تتم معادلتها هي أعلى شهادة محصل عليها. يعني مثلا حصلت على شهادة الثانوي، بعد ذلك حصلت على الإجازة مثلا، يعني 4 سنوات فوق شهادة الثانوي، فلست ملزما بمعادلة شهادة الثانوي بل فقط معادلة شهادة الإجازة. المهم أنك تعادل فقط الدبلوم الأعلى مستوى والأعلى الدبلوم الأعلى المحصل عليه. إضافة إلى ذلك، فإن هذه معادلة الشواهد تعطي نقاط في حساب الهجرة، كما رأينا في الفيديو الماضي عند فتحك للحساب على Entrée Express أو الدخول السريع إلى كندا. أحاول أن أترجم بثلاث لغات. Entrée Express عفوا هو نفسه الدخول السريع إلى كندا، وهو نفسه برنامج Express Entry. كما قلنا، فكل مثلا معيار من المعايير التي أنت مطالب بإعطاء
توفيرها، فهي تعطيك مجموعة من النقاط، مثلا السن يعطي عدد من النقاط، الخبرة في العمل تعطي عدد من النقاط، الدبلوم المحصل عليه يعطي عدد من النقاط، نتائج الامتحان اللغوي يعطي عدد من النقاط، معادلة الشواهد أيضا تعطي مجموعة من النقاط. إذن هنا سنرى من هم الأشخاص الذين يحتاجون لمعادلة الشواهد. كما رأيتم كل شخص حصل على دبلومه في الخارج، يعني خارج كندا، فهو مطالب بتقديم وثيقة معادلة الشهادة عند دفعه لطلب الهجرة عبر برنامج الانتري اكسبريس أو لا الدخول السريع إلى كندا. هنا هذا فقط تلك الأشياء التي تحدثنا عنها الآن. ثم بعد ذلك الآن سنعرف كيف سأحصل على معادلة الشواهد. بالنسبة للحكومة الكندية ووزارة الهجرة بالخصوص، فهي قد حددت 5 مؤسسات مرخصة للقيام بمعادلة الشواهد. أما المؤسسة يحتاج أغلب المهاجرين يستفيدون من خدماتها هي World Education Services، هي أيضا تعطي تقارير معادلة الشواهد باللغة الإنجليزية، وهي وتدعى أيضا WES، وهذه WES هي المؤسسة التي استفدت من خدماتها أنا شخصيا عند معادلتي لشواهدي المحصل عليها في بلدي. إذن هنا عندما نختار المؤسسة التي نريد أن تقوم بمعادلة الشواهد، هنا سأختار طبعا World Education Services أو لا WES. نعم، هنا عندما تدخل إلى موقع الWES تجد طبعا إما تختار المكان الذي تريد أن تحصل فيه على معادلتك. هنا سأختار طبعا اللغة، سأختار الفرنسية. ثم او اتيليزري فو فوتر ايفالياسيون. لاحظوا هنا انني بدأت في نموذج لفتح الحساب مع هذه المؤسسة لغرض معادلة الشواهد. اذا هنا سأختار طبعا كندا. سيليكسيوني اون دوموند، هنا اختار الطلب الذي تريد. كما ترون لدينا 3 فئات، هنا الطلب العادي للمعادلة لمعادلة الشواهد، وهنا لدينا معادلة الشواهد من اجل برنامج فلاحي لاغرو اليمونتير، هذا نوع اخر، ولكن النوع الذي يهم الاشخاص الذين يريدون دفع هذه الوثيقة لغرض الهجرة هو هذا، هو هاد الموجود في الوسط، demande d'évaluation pour IRCC، يعني طلب معادلة شواهد من لأجل وزارة الهجرة. وهنا سنبدأ، هنا commencez votre demande، ابدأ طلبك. أول شيء نعطي l'adresse du courriel، يعني تعطي عنوانك الإلكتروني. ثم عندما أدخلت الرمز الذي بعثه لي سأفعل continue، أستمر. ثم المود باس، يعني الرقم السري أو القند السري يجب إعادة كتابته هنا. ثم هناك سؤال لأجل يعني سؤال أمني، هنا سيليكسيوني ستختار سؤال، مثلا ما هو اسم أمك، ولم تختار ما هو أحسن كتاب قرأته، يعني ستحاول اختيار شيء الذي سيرسخ في ذاكرتك سهل الحفظ. ثم الإجابة أيضا، هذا بالنسبة لهذا السؤال يحتاجونه في كل مرة يصعب عليك الولوج إلى حسابك عبر WES. ثم هنا Create an account، إنشاء حساب. هنا طبعا لا يمكنني المرور إلى المرحلة الثانية لأن يجب أن أدخل جميع هذه المعلومات بدون استثناء.
إذن هنا سنواصل نتابع. إذن هنا سنواصل. عادة هناك اختيار اللغة، لكن لا أفهم ما هو المشكل هنا، يمكن هناك خلل في الموقع. إذن هنا نواصل evaluation and fees، يعني معادلة الشواهد والثمن، education التدريس أو الشواهد الدراسية. هنا الشواهد الخاصة بالمهنة، هنا الشغل، وهنا الهجرة. عندما نضغط على الهجرة هنا يقول بأن يجب عليكم اختيار ECA Evaluation، وهي المعادلة التي تختص بالهجرة، يعني المعترف بها من طرف وزارة الهجرة. سنرى نموذج لهذا التقرير معادلة الشواهد، وهذا كما ترون هنا لدينا معادلة شواهد لأجل الهجرة إلى كندا، الاسم والتاريخ الازدياد، هنا التاريخ، تاريخ معادلة الشهادة، هنا المرجع وعدد الصفحات. مثلا هنا Canadian Equivalency Summary، هنا المعادلة بالمقارنة مع النظام الأكاديمي أو الدراسي الكندي، هي Bachelor's Degree 4 years، يعني 4 سنوات بعد شهادة الثانوية ولا البكالوريا كما نسميه في المغرب. ثم هنا إذا هذا هو نتيجة معادلة الشهادة Bachelor's Degree، يعني بالمقارنة مع النظام الكندي الدراسي الكندي. ثم هنا مجموعة من التفاصيل، يعني اسم الشخص الذي يطلب شهادة المعادلة، هنا يعني وثيقة رسمية مبعوثة من طرف المؤسسة الدولة، درجة المعادلة، يعني هنا Bachelor of Engineering، يعني 4 سنوات في الهندسة، تاريخ الحصول على الشهادة، ما هي الجامعة أو المؤسسة التي تعطي هذه الشهادة. ثم هنا يقول بأنه معترف بها، يعني هنا أيضا في شهادة للمعادلة، هنا هي أيضا كما قلنا في الأول دليل على أن المؤسسة التي تعطي هذا الدبلوم ولا هذه الشهادة فهي معترف بها، كما مكتوب هنا Recognized Institution، يعني مؤسسة معترف بها. ثم الاختصاص هنا ميكانيكال انجينيرين، فقط هذا نموذج Canadian Equivalency Bachelor's Degree 4 years، يعني 4 سنوات بعد شهادة البكالوريا. ثم هذه الخانة مخصصة للمبالغ التي ستدفع لقاء معادلة شهادتك. هنا لدينا Electronic Report provided to you، يعني يرسلون لك نسخة إلكترونية عندما تقوم بمعادلة شواهدك. ثم أيضا ورقة رسمية، يعني على الورق أيضا خالية من الرسوم، يعني الثمن كله ثمن إجمالي. ثم لدينا OCA Report Access by ERCC، أنهم يرسلون أيضا نسخة إلى وزارة الهجرة. ثم Electronic Storage of Your Report، أيضا لديك دائما يمكنك الولوج إلى حسابك عبر مؤسسة ويس. هنا الثمن هو $240 كنديا، وهذا الثمن يعني خالي من الرسوم، يعني يجب أن تضيف على هذا المبلغ 13% من هذا المبلغ، ومجموعة من الأثمنة الأخرى. ولكن الأهم من هذا كله أنك المبلغ هو $240 زائد الرسوم، يعني زائد 13%. الآن يمكننا الولوج إلى الوثائق المطلوبة. ما هي الوثائق المطلوب الإدلاء بها من أجل معادلة الشواهد؟ هنا Equivalency Country، يعني تختار الدولة التي
تريدها أن تقوم بمعادلة الشواهد، لأن هذه المؤسسة لها فروع في كندا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. إذا اخترنا كندا. applying for IRCC، يعني هل تريد هذه المعادلة من أجل الهجرة، وزارة الهجرة؟ yes، نعم. ما هو بلد الدراسة، يعني بلد الإقامة؟ مثلا سأختار المغرب، ماروك، موروكو. ثم study of your education، يعني هنا هل أتممت دراستك أو أنك مثلا لم تحصل بعد على الدبلوم وما زلت في طور الدراسة. هنا سنقوم completed، يعني أتممت دراستي. ثم هنا ستحدد المستوى الدراسي، أعلى مستوى دراسي كما رأيتم، higher education، secondary education، هل الثانوي أو لا فوق الثانوي، يعني أعلى مستوى، أعلى من الثانوي، higher education. ثم هنا ستدخل اسم المؤسسة التي حصلت منها على دبلومك أو شهادتك، ثم اسم ونوع الشهادة التي حصلت عليها لنتمكن من المرور إلى المرحلة المقبلة. هنا عندما تبدأ في إدخال المؤسسات فأنت تجد المؤسسة التي تريد، ثم نوع الشهادة، مثلا باشلر ديجري مثلا في الأبناك والأموال مثلا. ثم لنمر إلى المرحلة المقبلة. ما هي الوثائق التي ستحتاج إليها؟ شهادة الدبلوم المحصل عليه زائد بيان النقط. إذا مثلا الإجازة، يعني شهادة الإجازة زائد حساب النقط أو لا الغولفيد نوت. وطبعا هنا لست أنت من سيرسل هذه الوثائق، بل يجب على المؤسسة التي حصلت منها على شهادتك هي من سترسل الشهادة زائد بيان النقاط. ثم هنا يحددون أنه بإمكانك إرسال نسخ، طبعا نسخ مصادق عليها لشهادتك. ثم هنا طريقة بعث هذه الوثائق، يجب طبعا أن تكتب اسمك والرقم المرجعي الذي أعطي لك عندما فتحت حسابك عبر مؤسسة ويس. هنا ثم do not send original document. هنا يقولون أنه لا يجب عليك بعث الوثائق الأصلية، يعني فقط النسخ المصادق عليها. هنا أيضا إمكانية بعث النسخ عبر البريد الإلكتروني، ولكن هذه الطريقة أظن أنها جديدة، لأنني عندما دفعت ملفي لطلب الهجرة أنا وزوجي لم تكن هذه الإمكانية متاحة. ثم هنا المرحلة الأخيرة هي paid shipping charges، يعني دفع المبالغ من أجل الإرسال. فقط للإشارة هنا وقبل إنهاء هذا الفيديو، المراحل الأساسية هي أولا فتح الحساب عبر موقع ويس لمعادلة شواهد. ثم المرحلة الثانية هنا هي أن تقرأ الوثائق اللازمة وبعثها، والبعث يكون عبر المؤسسة التي أعطت الدبلوم. يعني مثلا أنت ممكن أن تجهز ملفك وتعطيه للمؤسسة التي أخذت منها دبلومك، لأنه يجب أن يكون هناك ختم، سدوا أتر سيني سور لونفلوب، يعني هناك ختم فوق ذاك الظرف الذي توجد فيه جميع الوثائق من دبلوم وبيان النقاط، دبلومات وبيان النقاط. مثلا لديك إجازة فدبلوم نسخة الإجازة مصادق عليها زائد بيان النقاط سنوات الإجازة، ثم دبلوم شهادة الثانوي ولا البكالوريا في المغرب زائد
بين النقط بالنسبة للدراسة الثانوية. طبعا الكل يجب أن يكون مختوما ويبعث الكل إلى مؤسسة ويس. ثم المرحلة الأخيرة الثالثة هي أنهم يقومون بدراسة ملفك، يعني شواهدك وبيانات النقاط، ثم يعطونك التقرير النهائي ويعطونك المعادلة الدبلوم، يعني دبلومك الذي حصلت عليه من خارج كندا يساوي مثلا كذا وكذا في مقارنة بالنظام الكندي، يساوي باشلر ديجري أو لا ماتريز لديها معادلة أخرى وهكذا. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أفادكم. إذا أعجبكم محتوى فيديوهاتي على القناة، المرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركة محتويات فيديوهاتي مع الناس المهتمين بالهجرة وأصدقائكم ومعارفكم لتوضيح وتسهيل الهجرة إلى كندا بدون محامي.